هذايا مصائد مصيدة لحشرة ذبابة الفواكه سيراتيتيس كابيتاتا لا موش ميديتيران دي فوي. الحشرة هذه تضرب في الثمار، ثمار البرتقال وثمار الخوخ الهندي الكرموس إلى آخره، وهي موجودة الآن على الليمونتين، على البرتقال، على الكليمونتين وعلى التومسون، خاطر هي تو كانت موجودة على الرمان، موجودة شوية على الرمان، وقبلها كانت على الكرموس، وتو تعدات على باش تضرب، تضرب ديجا بدات تضرب في الكليمونتين و التومسون. هنا عندنا فرنساوية نسميوها سيستيم دي بياجاج، يعني مصائد، هذايا مصيدة إنرا وإلا مصيدة دلتا تراب. اوكي، هنا عندنا المصيدة هذه، وفما البارتي اللوطانية فيها الساق، فيها الساق تتشرها كاكا، وفما جاذب غذائي اللي هو كومبوزي في تروا كومبوزي يجبد الفمال، تريميتيرامين ولاسيتاديتيل والبيتريسين، يتباع هذا الجروبمون انتر بروفيسيونيل دي فخوي، المجمع المهني للغلال، يجيب يشري الحاجه، يشري الجذب هذا ويبيعه ولا يعطيه للفلاح باش يحطوه في البياج. البياج كيما هكا دلتا، ولا البياج مكفين الصفر، هذوما هما البياج مكفين. هنا البياج مكفين، هنا طو في في المصايد هذه الحشره تشم الريحه تاع الجاذب الغذائي، هي الانثى تجي تسخاب هذايا دونك جاذب غذائي، وجاذب غذائي تتشد في تلصق لهنا. شوف قداش من حشرات هنا قداش، وشوف هنا في الاكستريميتي اكثر. علاش في الاكستريميتي اكثر هنا؟ خاطر ربما الجاذب الكونسونتراسيون تاع الجاذب الغذائي هنا اكثر شويه. دونك هنا هذوما الكل في الحقيقه معناتها جات في الزاويه، جات في الزاويه، هذوما اناث حشره ذواب الفواكه، هذا جاذب غذائي يجذب الاناث. هنا نلقاو 95 ممكن حتى 99% من الاناث، ونلقاو زاد بعض الذكور، هنا اكثرهم نجم تقول اناث. والحقيقه نشوفوهم تحت المجهر باش نثبتوا بين، نفرقوا بين الذكر والانثى. الجاذب الغذائي اللي فيه لي تروا كومبوزي يجبد كما قلنا بكري 95 ولا 100% من الاناث. كي نجبدوا احنا الماكسيمو الاناث، خاطر تجبدوا هما قبل ما تبيض الحشره، خاطر يلزمها لي بروتيين، واللي بروتيين موجودين في الجاذب هذا، الجاذب الغذائي هذا يسيب البروتيين، معناتها تحبذهم الانثى هذه وتجي تاكل من البروتيين هذيك، تتشد هنا وتموت قبل ما تبيض. خاطر اون فوا اذا كان باضت الانثى هذه في 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 الثمره، تولي تعطي بالطبيعه يرقات، تعطي دود، وتخمر الكعبه، تخمر الكعبه. احنا ما يلزمناش الانثى هذه توصل باش تبيض في الكعبه، دونك نصادها، نصادها في اللي بياج هذوما، اللي بياج معناتها انرا ولا اللي بياج دلتا، ولا هذوما نسميهم اللي بياج فام، نسميهم اللي بياج مكفي. اللي بياج مكفي هنا يا اما تحطوا هنا شويه ماء معاه دي ا بي ولا ماء صافي، هذايا جاذب جنسي، هذا جنسي يسمى تريميديور، هذا يجبد لي مال، هذا يجبد كان لي مال، وهذايا بالضبط يجبد كان فان، هذا يجبد كما نقولوا 95% من لي مال من الذكور، هذا يجبد 95 حتى 100% من الاناث. ونعرفوا اللي ذكور يخرج قبل الاناث، نحطوا هذايا قبل، دونك هذوما هذايا زاد كيف كيف الكبسوله هذه. ونحطها ونحطها مباشرة، نحطها مباشرة في هنا على هنا، ونحطها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ المصيدة نتاعنا. دونك هذه البارتي الحمراء هذه تجذب جاذب غذاء، جاذب جنسي اسمه تريميديور، بارافيرومون تريميديور، تجبد هذه قريب 100% من الذكور. هذا كيف كيف نجم نحطوه في المكياج كيما هكا، هذا دونك يجبد، يجبد الذكور، اما يلزم نحطو معاه قطرة من المبيد الحشري، لخاطر هنا نسميوه سان بياج سيك، معناتها ما فيش لا ماء لا في حد شيء، تتجبد اللي يتجبد الذكر بالطبيعة بشهر، يشم الريحة يجي يسخاب هذه أنثى، دونك هذه التريميديور هذايا تعوض الأنثى، يسخاب هي أنثى، يجي هنا
اسقابي انثى يتشد. دونك احنا باش نقتلو لازم نحطو قطره من المبيد الحشري، اي مبيد حشري نحلو في الماء 10%. دونك نحطو ان ديزيام من 9 ديزيام من البرودوي و 1 ديزيام من الماء ونحطو في قطنه. باه كيفاش نحطو لي بياج؟ لي بياج هذوما في اول الحقيقه بالنسبه للبرتقال ماذا بينا نحطوهم في اول الموسم، يعني اول سبتمبر الحقيقه، في بدايه سبتمبر اذا كان عندنا كليمونتين ولا اذا كان عندنا تومسون، واذا كان عندنا انواع اخرين من الغراسات كيما التين ولا الكرموس ولا الرمان قريب، ماذا بينا في لي بوردور يعني في الاطراف نحطوا ماكسيموم اكثر شيء من المصائد هذوما. علاش؟ خاطر اللي باش يجي الحشرات اللي باش تجي تقع هناك تتشد قبل ما تدخل الفرجي نتاعنا في لي بوردور، يعني في اطراف البستان ماذا بينا نحطوا شجره على اثنين ولا شجره على ثلاثه، ولا كان النجم كل شجره نحطوا مصيده من هذه ولا من هذه، وبعد تالي في وسط الـ 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 في وسط الفرجي في وسط البستان نحطوا 40 50 حتى 60 مصيده في الهكتار الواحد. انت ولا الدوسيتي نتاع البوتاسيون المصايد هذوما اذا حطيناهم في اول سبتمبر وكما تشوفوا على جذبت كثير من الاناث، وحسب ما نظره عامه نقصت من لي زاتاك نتاع السيراتيف ذباب الفاكهه، ومعناها تنجم تكون يعني طريقه من طرق المكافحه لهذه الحشره الخطيره الاصطياد المكثف يسمى. هوني كنت تلاحظوا شي ما فماش برشا ثمار طايحه في العاده في الوقت هذايا في اول نوفمبر، ومع السخانه هذه شوف الدنيا شمس تلقى شو اسمه الثمار مطيشه ومضروبه بذبابه السيراتيت، الخطر الطقس مواتي، خطر الطقس الخريف جاي سخون وهي تحب الطقس السخون ما تحبش البرد. في الحقيقه هذه عملناه الوقت هكا، اذا كان ما حطوش المصايد هذه راهي الثمار الكل طايحه، فالثمار الكل كيما معناتها اللي تصفر اللي تبدا باش تطيب تطيح تلقاها معناتها اتاكي تلقاها مضروبه بالسيراتيت. احنا استعملنا ماهوش اصطياد مكثف 100%، الحقيقه نحن نجربوا في انواع البياج. حطينا قرب 16 مصيده في زوز هكتيرات ونص، يعني قرب 20 في الهكتار. 20 في الهكتار. 20 في الهكتار، هو حسب الدراسات 40، الحقيقه الدراسات هما امبيريك، يعني فمش كيقول لك 40 مصيده في الهكتار، 50 60 انت نسميو البريسيون تاع البوبيلاسيون. إذا كان بريسيون كبيرة يعني برشا حشرات وبرشا ثمار معناتها سيسيبتيبل باش يضربوا نكثروا في الدونسيتي. بالنسبة للي ما نجمش هذا الدفاع الدارس هذوما بابس الماء الفارغين، دونك تنقبوا حتى بالطبيعة تحل من هنا وتعطي من الجاذب الغذائي لي تروا كومبوزي ولا تريميدو اللي يجبد الماء، وسكروا لهنا تحط حديد من هنا وتعلق في الشجره